شنية علاقة السجل الوطني المؤسسات بالتصريح الجبائي؟ السجل الوطني المؤسسات مؤسسة عمومية جات باش تدعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وتزيد تعطي ثقة للمستثمر التونسي وحتى الأجنبي باش يحافظ على استثماراته ويزيد ينميها، وباش المؤسسات المالية والحرفاء والمزودين وأجهزة الدولة تكون عندها قاعدة بيانات محاينة على جميع الناشطين في المجال الاقتصادي بما فيها الجمعيات. السجل اليوم جاي باش يساند الدولة في الحد من التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهذاك علاش وليت الوضعية الجبائية تتحط في مضمون السجل. مالا وقتاش تتحط الوضعية الجبائية في السجل؟ في الحالة الأولى وقت اللي الشركة وإلا الشخص الطبيعي ما يقومش بحتى تصريح جبائي لمدة 12 شهر متتالية، وقتها يتم التنصيص على الحالة هذه في السجل تتنحى بمجرد ما يتم تسوية الوضعية الجبائية. في الحالة الثانية وقت اللي الشركة وإلا الشخص الطبيعي ما قاموش بحتى تصريح جبائي لمدة فوق 24 شهر، وقتها السجل الوطني المؤسسات يقوم بالتنصيص على حالة الإغفال الجبائي، وبعد مرور أجل عام من تاريخ التنصيص يتم التشطيب النهائي على السجل، يعني يصبح السجل يحمل عبارة هذا السجل مشطب عليه وما يمكنش القيام بحتى تحيين عليه. لمزيد التفاصيل تنجموا تتصلوا بالرقم 70 248 170 أو تطلعوا على كل ما يهم السجل على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع الويب www.registre-entreprise.fr.